الاستعداد للحركيه الاقتصاديه جات بعد ازمه كوفيد وبعد الاثار الناتجه عن ازمه كوفيد اللي مست كل اقتصادات كل دول العالم، ولكن اقتصاد الجزائر بقي اقتصاد متماسك. اكثر من ذلك ففي اجراءات كبيره في جانب الاجتماعي لتعزيز القدره الشرائيه للمواطنين من خلال رفع من الاجور في خلال 5 سنوات ب 47%، تثمين معاشات التقاعد والمنح 5 مرات بما فيها الاجراء التثمين الاستثنائي اللي يمس اكثر من 2.8 مليون مستفيد جزائري. فكل هذه الاجراءات، احداث جهاز منحه البطاله، كل هذه التخفيض من الضريبه على الاجور الاقل من 30,000 دينار، كل هذه الاجراءات الاجتماعيه اللي احنا في نظرنا ساهمت في تقويه الطلب، والذي بشانه ادى الى تقويه العرض، ومن خلال هذين يعني المؤشرين كانت الحركيه الاقتصاديه.